والله هو كيجي تشوف هو استعملنا واحنا استعملناه لما حال، لكن في الاخر من الاخر هو بعد رحمنا تعتبرها خيانه بالعاميه. اي ما نجمش، وربما كانت عنده ضغوطات انا ما نعرفهاش، لكن ما نجمش. لا نتصورك تعرفها مقرب من البيجي قايد السبسي انت سي عبد العزيز. لا ها يظهر، ولكن لا انا راني ما عنديش. يمكن اليوم ما عادش مقرب. لا حتى كي كنا وقتها فما جماعه ضربه ضربتين يتلوحوا له في البير، وانا لا انا نحكي معاه في الاجتماعات العامه وكذا، ما نحبش هاك العلاقه التبعيه اللي يبدا نهار كامل لصق له سوا ديزان مقرب من البيجي. المقربين منه الكل هاو تو نعطيك فيهم قائمه الكل اللي قربهم منه الكل الكلهم توا عند يوسف الشات خليوه كل واضح. ومعناها راني مانيش نقول انه يوسف الشات اخطا، لانه يوسف الشات كيف يوسف الشات تخلى، هو عيط له وهو حطه في لجنه 13 وهو اللي قال له رد وزير اول، وبعد ولا معناه ما كي جابش ينحيه، وكي جابش ينحيه مش لاسباب حقيقيه، جابش ينحيه في نطاق العركة ما بينه وما بين حافظ قايد السبسي الاخر ما قبلهاش شيء معقول. وانا راهو نتفهم، والناس مشات للسلباجي عدة مرات قبل ما ينفصلوا قبل ما يعملوا يخرجوا من الكتلة هذيك، وقبل مشاولوا عدة مرات قالوا له يا انت راي الوضع راهو حافظ قايد السبسي مرحبا به كمناضل وكمشارك في قيادة بتاع نداء تونس، لكن هو يحكم وحده. لا